علبة الزبدة. الأول نقول إن العلبة فيها من هنا شكل مخروطي من ناحيتين علشان تطلعي سهل كده إيدك هنا زيها فيها بره، تمسكي وتطلعي كده خلاص. دي استخدام مستوى سواء الغطا أو القعدة. القعدة أولا هنا مستوية عشان لو حطي حاجة تقطعي بالسكينة وسهل التقطيع، هنا الطرف عشان لو حاجة ليها فيها سوائل أو بصوص. الجزء ده بقى حلو جدا لان هو ممكن تعملي فيه تستخدميها بالشكل ده او بالشكل ده لو هتستخدميها فوق وتحت جزئين فوق وتحت. الجزء ده ممكن تعملي فيه جيلي الفواكه يبقى تحفة. ممكن تعملي لو تشكيل اكل زي رز بالخضار باللحمة، هتشكلي مثلا لو تحت تحطي قوارص لحمة شرايح عليها رز وتكبسيها بالجزء السادة اللي هنا، تكبسي كده وتنزلي الشكل بتاعك على الطبق. قطعة متميزة جدا حلوة جدا في التلاجة بره التلاجة لو مخبوزات او باتيهات حلاوة، لكن جوه التلاجة ممكن جبنة زبدة جبنة من فوق مستخدمة للجزئين الاثنين. علبة عملية جدا حجمها حلو ما ياخدش اي حاجة في التلاجة، ومع ذلك تاخد كميات كبيرة متميزة بلونها واستخداماتها. مع تحيات طاقة الويب.